إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، إلى السيد محافظ الأنبار المحترم، إلى مدير بلديات الأنبار، نحن عمال بلدية قضاء القائم قمنا اليوم بوقفة احتجاجية للمطالبة برواتبنا المتوقفة منذ 5 أشهر وبدون أي أسباب مقنعة. لذلك نطالب مدير بلديات الأنبار الأستاذ عماد الدليمي ببيان موقفه حول أسباب تأخير الرواتب، علما أننا أصحاب عوائل ولا نملك عمل آخر، وإننا على المهنة منذ 2008 وإلى يومنا هذا نعمل بأجر يومي، وفي حال عدم الاستجابة سوف نجبر على ترك العمل وتنظيم وقفات أخرى لحين استرداد حقوقنا. ومن الله التوفيق، عمال بلدية القائم يوم الاثنين 13/12/2021. عمي احنا اشتغلنا بالبلدية ما شاء الله، والناشد المحافظ ورئيس البرلمان وكل مسؤول بالشمة يطيل حسابنا، 5 أشهر صار ما أخذنا ولا درهم، بعدين احنا عندنا عوائل وطلاب واشكال شغلات، ما ادري بالضبط شنو الحل. عمي شنو شغلك بالبلديه؟ ساق جريدر. ساق جريدر؟ ايه. اجور يومي 10,000 دينار يومي. شي نعم عمرك عمي؟ انا حوالي 70 سنه الا شويه ان شاء الله. هنا أنا الحجي مريض وعمره 70 سنه ويشتغل عامل باجر يومي. والغالبيه العمال ال 150 عامل ببلديه قضاء القائم يشتغلون، هم يشتغلون من 2008 بأجر، لا حولتهم عقود ولا أنطيتهم حقوق. ليش؟ لأن يعني هذول فقراء وناس بسيطة وما عندهم إمكانية تأكلون حقوقهم. احنا اليوم كشباب قضاء القائم وكل أهل القائم نعلن وقفتنا وتضامننا مع عمال بلدية، مع 150 عائلة، لازم تسترد حقوقهم، ونطالب أيضا بتحويلهم من أجر يومي إلى عقود. والله بالمواد قطع الخط مال المولد، وعندنا اطفال والله برقبتنا، ونطلب يعني كذي والله العظيم ما عندنا غير هالشغله، نطالبكم برواتبنا نطالب بعقود. يا من انا 10 نفرات طلاب 6 والله العظيم قعدناهم قلت المصرف والله العظيم، ونلم الغوطيه اللي من شنو تجيب لنا مصرف كيلو طماطم كيلو بتيات لعوايلنا، والله العظيم 6 بالمدرسه وقعدتهم ذوك قلت تكرب بوتينات شيء ما عاد شيء أطالب رواتبنا، أطالب مصرف عوائلنا لا تعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو على 1 من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، بأي دقيقة وأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بينا. أما من يسكن في دول المهجر أو في الخارج أو الأشقاء العرب أيضا يقدرون يتصلون بنا على أرقامنا الخارجي أو الدولية، ذني أرقام 2، فعدنا أرقام 2 إلى الاتصالات بالداخل إلى كافة أبناء الشعب العراقي اللي عايشين جوا العراق، وعدنا رقمين للي عايشين برا العراق وللإخوة العرب. ذني الأربع أرقام إذا ما قدرتوا تتصلون بنا تقدرون تدزولنا رسالة مثل ما هو مكتوب هنا على هذا الرقم، هو رقم الواتساب. فاللي ما يقدر يتصل بينا يعني ومن سوء حظنا انه ما راح نقدر نسمع صوته يقدر يدزلنا رسالة، اتمنى تكون الرسالة مكتوبة ومتبوعة بمكانه واسمه حتى نعرف الرسالة من وين ومن منو اجتنا، نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هم عمال بلدية، يعني احنا نحكي بس بمنطقة القائم كفيديو، لكن الفيديو هذا يتكلم عن معاناة الكثير من الموظفين العراقيين اللي دي يشتغلون اليوم. من المفترض انه هم اكو وظيفة تطيهم اجرة راتب شهري، وظيفة تطيهم يعني مردود مادي بحيث يقدرون يعيشون هم وعوائلهم. حسب الفيديو عمال بلدية القائم 150 عائلة، يعني الحد الأدنى إذا قلنا كل عائلة بها 4 دول 600 نفر، أكو واحد بيهم قال عندي 10 دول 606، يعني 5 أشهر بلا رواتب،
خمسة أشهر لما أنت دا تطي إلى لما دا تخلي موظف يشتغل خمسة أشهر بدون راتب وهو هو موظف على الأجرة اليومية، يعني هذا يطلع هو مو يعني مو تعاقد أو مو موظف على الملاك الدائم، هذا يطلع على باب الله مثل ما يقولون، يأخذ سيارته أو أدوات الشغل مالته أو اللوازم اللي يحتاجها بشغله، يكمل شغله يرجع للبلدية، المفروض البلدية تقول له هاي يوميتك. أحد الشياب اللي طلع يوميته 10,000. أنا السؤال اللي ينطرح هنا، الحكومة العراقية ما احترمت شيبة هذا الرجال، حالة هواية من العراقيين الموجودين اليوم من كبار السن اللي ما زال يمارس الوظيفة على الرغم من قلة الرواتب. هذا الرجل المفروض من وصل به إلى هذا العمر، العقد السابع من عمره، المفروض يقعد ببيته مرتاح معزز مكرم، أكو دولة ترعاه، يعني وضع الصحي الدولة ترعاه، أكله وشربه معزز مكرم، يجي إلى باب البيت وما يفكر بشغل. ومن المفترض أنه هذا الشخص لما نوصل إلى هذا العمر يقول له لعمي أنت أقعد ببيتك ارتاح، أنت وصلت إلى عمر أنه تقعد، أنت وصلت إلى عمر أنه تتهنى في حياتك، وصلت إلى عمر أنه أنت اشتغلت في وظيفتك وقدمت ما قدمت، هس إحنا المفروض، هاي الحكومة، المفروض الحكومة تقول له إحنا المفروض ننطيك على اللي قدمته قبل. ولما يطلع أي رجل، مو هذا الشخص بالذات، أي مواطن وأي موظف لما يطلع من الوظيفة ينحال على التقاعد على أي جهة كانت ويقعد، المفروض يجيبون شاب تخرج جديد أو ملاقي شغل حتى يقللون البطالة. هذا التداور الصحيح، هي دورة الحياة الصحيحة بالنسبة إلى العمل. لكن السؤال اللي ينطرح، من 2003 لليوم ميزانيات العراق وصفت بأنها ميزانيات انفجارية، على الرغم من أنه يعني موازنة الدولة العراقية حددت بسعر برميل نفط 45 دولار. اليوم الدولة العراقية ما تبيع برميل النفط ب 45 دولار، برميل النفط سعره أغلى من هذا يمكن بضعف وشوية. فيعني إذا هي كانت قايلة الميزانية 60 مليار دولار حسب بيع البرميل ب 45 دولار مثل ما كاتبة، هي ما يجيها 60، دا يجيها 120 حسب اللي هم كاتبين، يعني دا يحكي. إذن ذني الفلوس وين دا تروح؟ ليش الموظفين ما عندهم رواتب؟ وليش التقاعد رواتبهم قليلة وما صار بها أي تعديل، على الرغم من أكو أخبار وإشاعات قالت أنه أكو تعديل وأكو فروقات راح تنصرف وأكو نظر في سلم الرواتب بالنسبة للمتقاعدين، لكن ما صار هذا الشيء. ليش اليوم مثلا اللي ما قادر يشتغل أو اليتيم أو الأرملة ما عندها راتب رعاية اجتماعية، أغلب العوائل العراقية ما عندها هذا الراتب، على الرغم من أنه أكو هواية من حبربش السياسيين دا يأخذون رواتب رعاية اجتماعية. ضياء منفلوج، حياك الله يا ضياء. شلونك سادة سيد؟ هلا بيك يا الغالي. مبارك شلونكم، تحياتي لقناة الرافدين، تحياتي لك. يسلمك ربي. شخبارك شلونكم؟ الحمد لله أخوي، الحمد لله، تفضل. شخبارك والله يا أستاذ، موقفكم اليوم على مود الرعاية وعلى مود الرواتب بشكل عام، يعني الرعاية جزء من وظيفة الدولة العراقية بأن تقدم رواتب إلى كافة الموظفين، إن كان يشتغل في بلدية، إن كان يشتغل في أمانة عاصمة، إن كان يشتغل في وزارة، إن كان يشتغل في جامعة، إن كان يشتغل في مستشفى، وإن كان ما يشتغل المفروض عنده رعاية، وإن كان متقاعد عنده راتب. فإحنا الرواتب بشكل عام. نعم والله يا أخي، هي حلها هي الحكومة. هي حلها الحكومة، هي الحكومة اللي خسرت الأرملة العاطلين، زين هاي النغذات الفلوس ما ينطيها الواحد فقير،
ما ينتهي الواحد محتاج، ما ينتهي المجاد اللي تكارثة الكريبتات بغداد. أنا بكي أنا دائما أقول لك والله كل كريبت بي 8 يعني بحيث آية من الجمال برد الجمال. ليش إحنا مو أهل الخير يا أستاذ؟ إحنا مو أهل النفوط يعني، ما نرجع وأقول بيقدر يعني أكثر من خيرنا أكثر من رأسنا على من رأسنا. ليش؟ لأن أكو حرامية. لو ما أكو حرامية أنا قلت لك مثل العصفور لما تمد يدك تجيك جذوة تلزق. يعني أكو قدامك وحوش تأكل والعراق انتهى يومية مصيبة. لا يدعم أرملة، لا يدعم عاطلين، لا يدعم يعني الشرق لك يعني 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 فطر 100%. يعني كنا نحكي على باقي الدول، يعني الدول صارت خير من عندنا. يومية مصيبة، يوم بالناصرية يوم بالعنبار يوم. فهي سبب الأخير. يقول يا حكومتنا يا عبد الرشيد يا عمي دحك على الفقير على العاطلين. انت ما تدعم العاطل راح يصير أمن وأمان. ليش؟ لأن العاطل راح يصير عنده راتب يشتغل بشيء أمن العراق. لأن يعني هذا العاطل كل شيء يسوي يجيب مخدرات يقتل يسلب من أجل سعي واحد يقول له هاي 100,000 روح على تصير يعني تمام لو صحيح. فنقول يا أبو يا حكومتنا عمي بك تدعكم على الله. أنتوا هم لكم عوائد، أكو عوائد مجاهدة عمي وأكو سردات روح للمصاطر الخطية قاعدة ما قاعدة قاعد المصر حاط ايده على خده ده يجيب له عشره ما ادري يسد الاجاء ما ادري يسد النت ما ادري المولي. يعني والله يا استاذ انا كسرت نعمه قدامك كيت وقليت يعني والله عندك شيء افرق من الصباح لا اطلع 15,000 ده اجيب. والله انا ادبر حالي بس اكو عوائل استاذ اسد والله ما ادبر غطيت المعجون. اخ ضياء بس تريد حتى نحسبها سحب الامبير اليوم بالفلوجه يمكم ببيش تسمعني ضياء؟ انقطع الاتصال يا الأخ ضياء. شكرا جزيلا لك. أحمد من الأنبار حياك الله. نعم نعم السلام عليكم. ألو أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل أخوي. نعم والله أخوي يعني مرقبت 13 نهار لا راتب عندي لا رعاية عندي هو معوق معاملتي أسعى أنا واصل بغداد. نعم ما عندي بيت ما عندي قاعد بغرفة ومطبخ مع العالم. نعم نعم استاذي وجاء عندي بغرفة ومطبخ ويطلبون علي فلوس يقول لك هذا مو فلوس ما اطلع مع عملتك. وانا كل شيء ما عندي لا راتب لا رعاية ومعوق على العكازة تمشي بيت ما عندي كبر ما عندي غير وعندي وليد اثنين يجيبوا لي نبض 5,000 نبض 10,000 نبض ما وهاي الحكومة ما تدير بالها علينا نهائيا والله يا اخوي والله حكومة ما تدير بالها على الفقير المعوق بالعراق ما لا غدر بالعراق نهائيا المعوق والله يا اخو. نعم نعم الله عليك وانت بشواربكم احنا انا بالانبار احمد محمد حسن عبيد القرغولي لا راتب عندي لا رعاية عندي وراجع المؤسسة ما يدرون بالهم عين نهائيا بالانبار نهائيا ما يدرون بالهم على الفقير والمعوق ما حد يدير باله على نهائيا. نعم اي والله نعم اخوي. اخ احمد بس يعني لانه على بالنسبه الى الاجور اليوميه اللي طلع الفيديو يقول له اجرتي اليوميه 10,000 دينار. امبير الكهرباء ايش قد السحب مالته اليوم؟ فلوسه بيش؟ والله بهالشهر انا ذني الامبير هالشهر انا المضي هذا مني الامبير صار ب 5,000. ب 5,000 بالشهر باليوم؟ لا بالشهر. قبل الشيء قبل الصيف لا والله غالي مبيار بعشرين 25 مبيار هسه يطلع عندي ولا يطلعون على العمالة صار يومين ما جابوا لي لو ربع دينار ما يطلعون على العمالة ماكو شغل ويرجعون وبيت ما عندي راتب ما عندي أي شيء ما عندي غير رحمة الله ومعوغاني ومعوغت أنا أسوي رجلي عملية. زين أخ أحمد سؤال يعني واحد أجرته اليومية هو بدولة يشتغل 10,000 دينار. نعم. 10,000 دينار اليوم تعيش عائلة؟ والله ما تعيش عائلة. أنا 13 نفر عندي شد عايش ما تعيش. أنا علاج عندي أخذ علاج ما علاج أنا إذا يروح للدكتور أستاذي إذا يروح للدكتور ما تكفيني يعني الراتب ب 200,000 ما تكفيني ما عندي لا راتب لا رعاية لا منظمة. نعم عايشة. أي والله. نعم شكرا شكرا لك اخ احمد. ان شاء الله يسمعون. اي والله شواركم يا اخوي. نعم نعم ان شاء الله يسمعون صوتك المسؤولين عن قضيه الرعايه الاجتماعيه ويجاوبوك على هذا الراي او على هذا المقترح. شكرا جزيلا لك. ابو عراق من الفلوجه حياك الله اخوي العزيز. من قال حيا السلام عليكم اخوي. حياك الله اخوي.
والله ما ادري منين نبدي منين ننتهي. والله دخنه والله دخنه، حتى السوالف بعد تعبنا بيها استاذ أفل الله يخليك. والله الشعب العراقي راح تدمر. نعم والله مزقونا ذول، مزقونا ذول الحراميين. يوم اليومية 10,000، أسألك بالله لو ابن المسؤول يرضى بيها، يرضى بيها يقبل، يقبل على نفسه هو المسؤول؟ ما كافي، ما كافي يا حكومة، خافوا الله. مو ترى، ترى الناس، الناس انتهت. البارحة موضوعكم على الهجرة عمي، والله والله أنا واحد من الناس أقسم بالله لو عندي مصرف لأطلع، فلا أبقى بالعراق. على شنو أظل بالعراق بعد؟ على شنو ضدي؟ شنو اللي مستفاد من العراق هذا؟ شنو الخيرات مقسمينها بيناتهم؟ عمي خلنا نطلع الشعب، لأن ما زول ما زول ما نتوحد ونصير إيد وحدة. خلنا نطلع برا، تظلون هم المسؤولين بيناتهم، ناس بيناتهم يتقاسمون أثر وهاي، خلي خلي ياكلون بيها. لا كافة عاد يا مراجع يا حكومة، شوية غيرة غيرة غيرة. ماكو، مو كافي، مو شعب تعب، مو شعب قام 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 يصل إلى مراحل تغضب حتى الله سبحانه عز وجل. يعني إلى متى، إلى متى راح نظل صابرين وقاعدين هيجي؟ وقالت العمي والعيب والله مو بس بالحكومة، العيب بينا إحنا. كافي يا ابن البصرة يا ابن الناصرية، خد توحد. قاعد حاطين هذول يضحكون علينا، لولا مهزلة، هم مهزلة. كانوا عايشين برا على الله. والله العظيم ما والله تعبنا، حتى تعبنا يا استاذ. والله من تشوف هاي الناس، الناس اللي بيع كلينيس واللي والمتسولين، والله يتفطر قلبك عليهم. مأساة عمدي، شعب عراقي كله مأساة. لا تقول لي اكو خاف، اكو هسه واحد قاعد يقول لك ابو الانبار مرتاح. والله لا ابو الانبار ولا ابو الناصريه ولا ابو البصره، ترى كلها نفس المعاناه. اللي قرايبه مسؤول وبدائره ايه مستفاد، بالبرلمان مستفاد، اما الطبقه الضعيفه عمي ترى ترى معدومه، معدومه والله ما عندهم 10 ليله. أنا بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل على هيك هيك حكومة، على هيك مسؤولين، وعلى هيك مراجع دينية. ولكم أنت المراجع، يعني هاي الأعمام اللي لابسين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تهزكم ولكم دكاف تطلعوا لكم. وأنا أشكرك أخوي. شكرا جزيلا لك أبو عراق. يعني اليوم مثلا نجي من جهة أنه العراقيين ما عندهم رواتب، عوائل 5، 6، و7 أشهر ما عندهم رواتب. مثلا الأخ أحمد يقول لك أنا عندي 12 نفر بالبيت عايشين وما عندنا راتب، ولا عندنا راتب رعاية اجتماعية، وأكو بينا المريض، وأكو بينا الطفل الصغير، وهي كلها مصاريف. اضطرت هاي الحالة بعض الأسر إلى أنه تشغل أطفالها. فناشطين بمجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل يقولون أنه ظاهرة عمالة الأطفال بالعراق ازدادت بشكل كبير بالمدة الأخيرة، وأنه عدد غير قليل من الأسر يدفع أطفاله أو يقبل على أطفاله العمل بياعين على الأرصفة، أو يجمعون النفايات اللي هي الأزبال أجلكم الله، أو يشتغلون شغل شاق وصعب عليهم لأن هم أطفال بمصانع كبيرة. طبعاً هاي إذا أكو مصانع بالعراق. مشيرين إلى أنه السلطات ما تدير بال إلى عمالة الأطفال، واللي الأمر اللي تسبب بتسرب عدد كبير من الأطفال من المدارس. وتقدر مفوضية حقوق الإنسان نسبة عمالة الأطفال بالعراق ب 2%، يعني 800,000 طفل. 800,000 طفل بالعراق يشتغلون. أرد أسأل سؤال، يعني الحكومة راضية أنه أكو 800,000 طفل يشتغلون، بس وراضية أنه أكو نسبة بطالة فوق 40%، بس ما تفكر أنه ذولا لازم ما يشتغلون وذولا لازم يشتغلون؟ أبو زينب من الفلوجة حياك الله، من النجف عفوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هو هذا الموضوع يعني
يعني هواية يعني حتى وصل حالة الملل من كثر طرحة. لأنه المعادلة خطأ بالأساس. أولا العراق بلد نفطي من الدرجة الأولى، ثانية أو ثالثة احتياطي بالعالم، وشعبه كاتل الفقر. ماكو هيك اسمه تناسب، ماكو هيك معادلة. ثراء فاحش مقابلها ضياع للثروات واستجداء وجريمة، أبو الجرائم كلها بالعالم هو الاقتصاد. اليد الممسكة بأموال البلد يد غير نظيفة غير طاهرة، يد عميلة للأجنبي. الغاية منها هو إفقار الشعب العراقي. الشعب العراقي ليس فقير، ولكن القائمين في سدة الحكم عبر 18 سنة هؤلاء كلهم عملاء وجواسيس للدول الإقليمية وأجنبية، وخاصة إلى إيران. ينفذون بسم الله وباسم الرسول، بسم الله وباسم الحسين، يقول لك لا ترفع وجهك بوجه إيران، إيران ساداتكم. اللي يضيع حظهم ما ذولا. تجي لهذا الوزير الموجود الحالي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، دمر الاقتصاد العراقي وما عنده غير الموظف يركض وراه. زين، هو الموظف انت اللي كان ياخذ سابقا مليون دينار، يعني عادل حوالي 700 دولار تقريبا بالشهر. الان المليون دولار اصبحت متعادل 400-500 ألف. زين، ثانيا قل سعر صرف الدينار، وهو يقول بتعظيم موارد الدولة. لماذا لا تقول بتعظيم موارد الشعب؟ ها، غايتك الدولة. زين، هو دينارنا محطم امام الدولار، نوبة تتعظم الدولار مرة اخرى وتقلل سعر صرف الدينار. وبعدين السوق اشتعل 3 أضعاف و4 أضعاف و10 أضعاف للبضائع، يعني افقروا الناس. وجايك يومية بدعة ساعة التهرب الضريبي. زين، هو موظف ايش عنده؟ وتاجر صاحب شركة، والنوب جاينا من عام 2022 راح ناخذ تأمين صحي من المواطن، كل واحد من الموظفين كل واحد 100 ألف دينار. لك ما تستحون، لك يدك باصات، وبالأخير كل باص 3 آلاف دينار، وغرفة حولك على غرفة، يعني تدفع لك بحدود 12 ألف دينار بس باصات، وبالأخير من توصل للعلاج يقول لك والله ما موجود، اطلع حج يشتري من الخارج. ما تستحون، الصوت صوت الشعب، الشعب يطلع ثورة عارمة، مو مسألة سلمية وما سلمية. أسحلهم مرزيهم بالشوارع، وأبوك الله يرحمه في مال الله. شكرا جزيلا لك أبو زينب. يعني أبو زينب حكى كلام جميل جدا. يعني المعادلة اليوم بالعراق بكل المقاييس هي معادلة خاطئة. يعني إحنا هم قللوا قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. ليش؟ يقولون الميزانية ما بيها فلوس. ليش؟ غير الشعب يعرف ليش الميزانية ما بيها فلوس. بالمقابل من تقلل قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، أنا اللي أعرفه لما تقل قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الراتب ما يقل، يزيد. يعني فعليا اللي صار هسه بالعراق شنو؟ للي دا يقدر يستلم راتب، هو مو كل الناس دا تقدر تستلم راتب، هو راتبه هو هو، من قلله وصرف الدولار الدينار أمام الدولار فقيمة راتبه بالدولار قلت. بالمقابل بالسوق يقول لك الدولار غلى، الدنيا قامت تغلى، قام راتبه ما يكفي. هاي ما فكروا بيها. أنا السؤال اللي ينطرح هنا على كل المسؤولين العراقيين، أبو زينب بتقول إحنا بلد نفطي بامتياز، بس العراق بلد نفطي؟ لا. إذا تجي تفكر مثلا الإمارات بلد نفطي بامتياز، لأنه ما كان عنده غير النفط. فعليا أرض الإمارات أرض صحراوية، لكن عقول الحكام بالإمارات اشتغلت صح، فكرت شلون تستصلح قاعها بطريقة صح، فكرت شلون تبني قاعها بطريقة صح، لحد ما وصلت إلى نتيجة أنه تستثمر هذا اللي سوته بالسياحة. فاليوم إذا الإمارات تريد تفكر بالنفط
فهي عندها مورد بديل اللي هو السياحة. رقم اثنين، اليوم الإمارات مثلا تفكر في مصادر الدخل البديلة، مو بس النفط، مو بس الاعتماد على النفط، لأن هم مؤمنين أنه النفط راح ينضب. فإذا خلص النفط بالإمارات يعني شنو يفقرون؟ لا، يقولون احنا نستحدث أشياء جديدة حتى نظل عايشين ويظلون بنفس المستوى. بس العراق لا، العراق مو بس بلد نفطي، بلد نفطي وبلد زراعي وأرض بها خيرات هواية ومعادن مليانة وبأماكن تستصلح للسياحة بدون ما تبنيها، بدون ما تبني، هي مبنية وموجودة وجاهزة، انت بس تعلن عليها وخلص تستقبل سياح لها وهذول راح يجيبوا لك وارد. زين، احنا ليش هذول ما نستوردهم او هذول الاشياء ما نستثمرهم ومعتمدين بس على النفط؟ وعلى الرغم من ذلك اخويا ابو زينب اللي هم دا يستثمروا بالنفط، هم ما دا يقولون للشعب ايش قد لهم، دا يعطون نص القيمه. ابو علاء من واسط، حياك الله. الله يحييك، تفضل اخويا. نعم وياك، حياك الله. بالنسبه لمشروع العطاله، ايه ثاني قدمت على مطار الصويرة. نعم، بس علي لي صوتك ابو علاء حتى نسمعك اوضح. اقول لك بالنسبه لي قدمت على مطار الصويرة، ايه فرص عمل داخل مطار الصويرة، انشاء بناء. زين، ما استقبلون. ليش ما يقبلون؟ قل ما عندك، عارف ما عندك واسطة، الجهات وش اسمه، جهات معروفة لازمة المطار، ما أريد نذكر أساميهم. نعم، ما أريد نذكر أساميهم. نعم، يعني لي أساس صار الشغل، الله يسعد، وانا عطال بطال وبرقص 18 نفر ويوم اكو شغل ويوم ماكو، هسه صار الشغل بالواسطة. نعم، يعني شوف هاي الامارات وبقية الدول وين وصلت. الشيخ زايد كان يتمنى دبي تصير مثل بغداد، صارت أحسن من بغداد. وين وصلوا وإحنا وين؟ ليش؟ نعم، شكراً، شكراً لك أخوي العزيز أبو علاء. أبو أحمد من صلاح الدين، حياك الله أخوي العزيز. حيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. مقدك برادر محمد خاتم الأنبياء المرسلين، حياك الله. أستاذ العزيز، أنا أبو أحمد من صلاح الدين، عندي معاملة مال فروقات. ما شنو؟ مدير شرطة، معاملة مال فروقات مدير شرطة صلاح الدين. إيه، فرجعت عدد مرات، يجيني تأكيد، يجيني تأكيد، يجي تأكيد علي، ما ويا مجموعة كبيرة تروح غادي، اي جينا تأكيد راجع، تعال نروح، من تروح غادي ما حد يمشيك، لو تدفع لو ما تمشي. ليش؟ الشغلة يما المدير، يما مدير حسابات، يعني ما إذا بدك تدفع فلوس ما يمشونها، وإذا نعرف اللي ياخذ منهم ما نعرف. ليش ما تمشي يعني؟ شنو الخلل اللي بيها؟ ويجي تأكيد قد أروج معاملات، أروج تات تسلموني أن نطلب فروقات مال مستقيلين، أي هاي مال إجازات اعتيادية يعني مال 6 أشهر. أي أبو أحمد، يعني أنا اللي أريد أعرفه هم شو يقولوا لك، شنو الخلل، ليش ما تمشي، ليش واقفة بمكانها؟ يقول لك فلوس ماكو، الدولة ما مطينها فلوس، يقول الدولة قاعد تستأكيد، ليش الوزارة الداخلية قاعد تستأكيد على طول انه انطوهم، خرجوني راجعوا، خلوا يستلمون وتجون هاي ونجي ونسوي معامله، وكل ساعه نسوي معامله نجيبها. وهو هذا العميد محمد يونس حادي من الشرقاط، نجي عليه، ها انت منين، انت منين، انت منين، هاي 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 سالتهم،
يلا هي تستلمون مالكم شغله وهاي على هالجره صار لنا ما كم سنه. نعم. ايه فمن هناك من سالت هذول الموظفين قلت له المفوض والشرطه يقول اذا ما تدفع عمي ترى هذا ما يطلع ما يطلع لك كش. يا عمي يقولوا له من هالياخذ يقول ما ندري اذا ما تدفع ترى ما يمشي. ما عملتك ما تمشي يا عمي. فنطلب منكم توصلون صوتنا يعني بشكل عام يعني وصل وصل عام وصل صوتك ابو احمد ان شاء الله سمعوك ويجاوبوك على مطلبك اخوي العزيز. شكرا شكرا لك ابو احمد. احمد من سامره حياك الله يا احمد. انقطع الاتصال ويا الاخ احمد من سامره اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه. ضياء من الفلوجه رجع لنا مره ثانيه حياك الله يا ضياء. شلونك ساده؟ هلا بيك هلا بيك اخوي. شلونك ساده ساده؟ هلا بيك يا الغالي. انت انقطع الاتصال شويه وما كملت ياك ساده ساده والله. نعم تفضل اخوي. جزاك الله خير. والله يا اخي اولا انت تحسون موضوع الواحد ونص مال هجر المهجرين قلت لك اني هذا موضوع واحد يعني هسه ايش صاروا لنا يوعدون بي اول هجر المهجرين ده يوعدنا بي هذا واحد. اثنين قالوا انتوا العاطلين الكم قروض على 2022 25 مليون وتبص مع الراتب قاعدين عمي وين يعني ما اعرف والله يا استاذ اساس اقول لك بالعراق يعني صرنا ما والله سالم من نبات الناس مثلا انت حكيت توك قلت على ما الامارات بها نفط احنا بعد اقل من بس يا اخي ما اعرف يعني ما ادري اصلا ايش بينا احنا حكومتنا ما ندري يعني شيء اول مره والله واحد صعدت وياي مره اقسم ولا ما سولف وايد انشرها والله تقول انا سنه ما ماكلت كيلو اللحم يعني فرحنا هالخير يعني العامل ما شاء الله خير ادعم انطي يعني احنا الى متى يا استاذ ملينا هاي من 2002 وراح تصير 2022 كل شيء ماكو لا امن ولا دعمهم ولا انطولهم ارمله ولا فرحوا لهم عاطل كان يقول احنا الحشيد 30 مليون عم ما يخالف الدفاع بس احنا العاطلين والله انا متوقع هذا الشيء شربت مي الانطى والعاطلين قروض 25 مليون اللي بلا بيت والله لا يصير امن وامان لا ترجع يعني العراق شو اقول لك يعني ما اعرف يعني شو تصير بس هم قاعدين ومتشاورين على الكراسي وقاعدين الفقير وقاعدين ومحمين بصف وبياناتهم متخالصين المظاهرين واحنا قبل الامبارح فيك يا والله لا خاف احنا هم ظلينا الا عن هجمه اليوتا وقعدنا على الحديده ورضينا ونقول الحمد لله فنقول الحكومه يا عمي هل هالسين بالمرور بعد يحضرون انهم مسؤولون ترى الله يحاسبكم عمي يحاسبكم امام الله انا هسه متزوج وعندي معزول على عائلتي اتحاسب امام الله ترى الله يحاسبكم ايش اخذتوا والله يحاسبكم على ربع الدينار اللي اخذتوه من هالبلد هذا الحرام والله اللي يحاسبكم عليه عليكم العدل فنقول عمي انطوا خطيه هاي الناس هاي قاعده بالمصفر هاي المجاد يا عمي يعني هاي المخدرات هذا التسليم على الاستاذ والله فنقول انا والله يا رجل عندي عاطلين 270 ما تكفيني شو اصير المولد النت يعني ما اعرف الخطوط البنات اثنين شو اصير يعني بالله عليك اذا انت قروض على طريق ويوعدون بينا المنحه جبتك رساله والله يا استاذ اسد نقول الله يصلحهم والله يهديهم على البلد هذا يعني ترى لو انطوا دفتران العاضل ترى شيء بسيط كانه ما يشرب مي والله ترى احنا خير ترى الدول تحبنا ونقول يا ارحم الراحمين نطلب من الله والله ما اعطى احنا الله عينه فتحه يدحق على هالبلد هذا واشكرك استاذ وتحياتي لقناه راودين والك حياك شكرا شكرا لك اخ ضياء. ابو علاء من واسط يقول انا ردت اشتغل او قدمت على شغل بالمطار وما قدرت اشتغل لانه يقولوا لي ما عندك عرف وما عندك واسطه وما قدر يقول الجهه اللي مسيطره على المطار والكل يعرفها هي من اللي مسيطره على المطار. لكن السؤال اللي يطرح معروف اليوم بالعراق انه التعيينات والوظائف والعقود لجماعتهم بالتزكيه واكو عوائل مسيطرة على وزارات واكو ناس مسيطرة على عقود واكو ناس ملينت من وراء العقود اللي استلمتها من وراء الوزارات العراقية واكو ناس تبيع للوزارة وراها يرجع هو ياخذ عقد الوزارة. يعني مثلا واحد يبيع مطبعة للوزارة وزارة التربية العراقية
يبيعون مطبعه، عفوا شخص يبيع مطبعه لوزاره التربيه العراقيه، على اساس هاي المطبعه هي اللي راح تنطبع بها المناهج التدريسيه اللي تدرس في المدارس العراقيه، وراها يرجع نفس الشخص ياخذ العقود مال وزاره التربيه اللي يطبعون بها مناهج المدرسيه برا العراق، وبالحالتين هو الربحان. ابو علي من الناصريه حياك الله. الله يسعدك ويشلونك. هذا بيك الغالي. رحم الله بيك. شلونك زين؟ نحمد الله على كل شيء. الله كريم أقول لك. نعم. الله موجود إن شاء الله. الله كريم. إن الله مع المظلومين. هو يعني أمس هذول اللي جسمه الطالعين خارج العراق هذول. نعم. يعني المهاجرين هذول. يعني انت لما رايح انت هناك رايح يعني انت لهذا البلد مو بلدك، يعني دولة اجنبية هي هاي، وهذول يعني هم بالنسبة يعني هم هذول لما انت تروح من العراق انت جاي ضعف العراق من تطلع انت عيش، يعني انت عيش في هذا البلد، يعني حتى لو اكل لي خبز وماي ولا امشي لا الى جانب هاي الهود دمرونا مذولتين. طيب ابو علي، ابو علي انا راح اجاوبك بلسان اللي تقول ذوله. انت تقول هذا بلدنا، نعم هذا بلدنا واحنا معترفين يعني وكلام منطقي، وتقول لو ناكل خبزه وماي زين، هو يقول لك انا لا محصل الخبزه ولا محصل الماي، الدوله ما تعطيني مي، ماكو مي صالح للشرب، وانا صار لي 5 اشهر و6 اشهر و7 اشهر و8 اشهر ما عندي رواتب، انا عندي عائله 4 5 6 نفرات اردا اوكلهم اردا اشربهم، وماكو ناس تعطيني فلوس او تدايني فلوس، لانه كل العراقيين عايشين نفس الحال. زين هذا شو يسوي؟ هو عد خدمك انا تدري اعطيك الحل، يعني ايه اعطيك الحل. ايه يعني فاهم وعاقل زين او مثقف مو صحيح. الحل تدري شنو الحل؟ واو شنو الحل؟ الحل اولا الشعب ما متكاتف، خلنا خدمك اكو شعب يعني ويا الاحزاب الاتفاق يعني صفق المن للحراميه. خلنا اعطيك معلومات انا ما عندي، يعني هذا الكلام يعني مو غبي من اقول لك مين دا حشاك اخويا تفضل عرفوا اي يعني مو غبي ولا هاي شيء ولا محشوم محشوم يعني محشوم اخويا انا رجال يعني فاهم وعارف القضيه والله مطين علم سبحانه وتعالى. زين انت تقول الاسباب الشعب ما متكاتف غيرها. اي الشعب اول من يجي الحرامي بالعشائر انا ملاحظه مره اجى المالكي دفول مفطح وعين وعين بتي ها اول ما يجي الحرامي ها الشعب يصفق له. خلنا خدمك الشعب يعني ينتخب بالفلوس كان اكو بيهم ينتخبون زين اعطينا مجال احمد الله وديك. الشعب ما متكاتب، الشعب لو كان متكاتب ما قد ولا ما يبقون زين. غير النقطة الثانية شنو هي؟ النقطة الثانية يعني شوف الشعب يعني خايف، يعني هي هو الشعب هم ميت شو واقبي، يعني هو الشعب ترى همتي الله وكيلك، يعني تمونا موت على البطيح التاجي، يعني موت على البطيح، يعني احنا يومي عرضنا هاي مظاهرات مدري شنو هو ابو علي. يعني هسه انت نطيتني ثلاث نقاط، قلت الشعب ما متكاتف، الشعب خايف، الشعب مي، يعني انت اتفقت بالثلاث نقاط على الشعب. المشكله هي بالشعب لو باللي دي يحكمون البلد. لا الشعب متجبجب، الشعب مين يخاف؟ يخاف من الرصاص، يعني هذول اللي ماتوا حبيبي اعطينا مجال، اللي ماتوا بالخضراء خلنا خدمك، اللي ماتوا الجد الخضراء من السيد السدر من توا مظاهرات من طبوا مو قتلهم برصاص الحي، هذول اللي ماتوا مو هو ميت ميت لو طاب ليهم وساحلهم هي موته وحده مو يعني هم المظاهره من قاموا ذيك المره تدري شنو الثوار من قاموا يعني هم يقتلون زين شو اسمه هذا الطرف الثالث ماكو يقتل وهذول يبوقون نعم نعم يعني يبوقون يعني شوف هذول منا يقتلون وهذول منا يبوقون يعني هذول يعني مع احترامات لك الله وكيلك يا شوف استاذ اعطيني مجال احمد الله وجهك انا متجمر انا ما تابع عنك ابو علي انا اعتذر منك الوقت راح يدركني الوقت وراح ينتهي البرنامج وعندي متصلين انا عايش الحمد لله والشكر عايش الله بطين الحمد لله والشكر يسمع. انا ما بفكر بنفسي بس
افكر بهاي الناس المظلومه. الحل يم الشعب، الشعب ما مكادر، هي موته واحده. والسلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمه الله. ابو علي يقول المشكلة الأساسية أنه أبناء الشعب العراقي ما متكاتف، يعني يقصد أنه ماكو وحدة بيناتهم، أكو فرقة داخل أبناء الشعب العراقي، وصراحة الفرقة ما موجودة بين أبناء الشعب العراقي. بعض فئات المجتمع العراقي يعني آمنت بهاي القضية الدخيلة أو الشيء الدخيل، أو يعني فتشي ما مرغوب، فيروس، هو شبهوه فيروس، فيروس دخل على جسد ال 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 عراق، فيروس أو مرض دخل، أو ورم سرطاني دخل على بنية العراق، تريد تفتته، لأنه فعلياً لم يكن العراقيين، يعني ما كانوا العراقيين يعرفون شيء اسمه محاصصة، ما كانوا العراقيين يعرفون شيء اسمه طائفية، ما كانوا العراقيين يعرفون شيء اسمه هذا منين وذاك منين. كل أبناء الشعب العراقي وما زالوا متآخين متعايشين، والدليل أنه تشوفون أكو لحمة ما بين أبناء الشعب العراقي، الضيم اللي يصير بالنجف كل محافظات العراق توقف وياه، الضيم اللي يصير بالبصرة كل محافظات توقف وياه، ضيم يصير بالغربية الجنوب وياه، الشمال وياه، ضيم يصير بالشمال الغربية والجنوب وياه، فأكو لحمة ما بين أبناء الشعب العراقي، بس أكو جهة دا تعمل على تفتيت هاي اللحمة، لأن هم يقول لك إحنا 18 سنة نرسخ مبدأ الطائفية، وفجأة تطلع لنا ثورة تشرين بشباب صغار بالعمر يقولون كلا للطائفية، فهاي ما تشتغل وياهم، لأنه إذا راحت الطائفية ذولا كلهم ما يبقون. السلام عليكم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، السلام عليكم. ما دام العراق يحرق موارده ويستورد الغاز والكهرباء من إيران، فلا يمكن لأحد أن يتوقع أي مستقبل لشعبه. أتمنى أن تنظروا ماذا قال الخبير النفطي الأستاذ الكبير عصام الشلبي، وهو وزير النفط العراقي الأسبق، وستعرفون ماذا أقصد. السلام عليكم أستاذ أفل، تحية حب لقناتكم الكريمة، وأشكر كل القائمين عليها، لأن أنتم القناة الوحيدة اللي تنصف الفقير من هذا الشعب المسكين، وأنتم النافذة الوحيدة الناطقة بالحق، فتحية حب وإجلال لكم. رنا من بابل، وأجمل تحية لكل المتصلين ولكل المستمعين والمشاهدين ولكل من يكتب لنا رسائل. شكرا لك أخت رنا. السلام عليكم أخي، تحياتي. في دولة أكو شباب وشابات أكثر من العراق ببطالة، سبب رئيسي هو الحكومة. أي بلد عربي يتخلي رئيسه مو عربي وعميل إلى الكيان الصهيوني؟ كيف يخدم البلد؟ كثير من الدول شباب إذا ما متعين بدوائر الدولة يتعين بمصانع وشركات ولهم حقوق من كل شيء. بس أقول يبقى هكذا إلى أن نذهب العملاء من العراق. أبو مصطفى من تركيا. رسالة أخرى، ابشروا يا عراقيين، لأن الإطار التنسيقي عازم على ترشيح واحد من اثنين من الإطارات المستهلكة المعروفة، فكان الله في عونكم. رسالة أخرى، أني اسمي كرار حيدر من النجف، أتمنى أشارك وياكم. أخوي العزيز تقدر تشارك ويانا، بس أعتذر منك، أنت تدق على رقم الواتساب، وصدقا أخوي العزيز بالنسبة إلى هذا الجهاز ما بي اتصالات واتساب، ما أقدر أستقبل أي يعني أي اتصال. إذا تريد تشارك ويانا ما قدرت تتصل ويانا على الأرقام، هذا الرقم اللي تشوفه هنا جوا، تقدر تنزلنا رسالة، أتمنى رسالة مكتوبة حتى أقدر أقراها وأقدمها. السلام عليكم أخويا ورحمة الله وبركاته. أخي، هم يردون الشعب يطلع حتى يبقى العراق للإيرانيين. أم سيف من الموصل. رسالة أخرى، السلام عليكم بعد التحية. الوطن لم يترك للغرباء ليشتروا أرض العراق بأموال من هربوا ملياراتهم في بنوك الدول لتشتري بعض الدول عقاراته المبيوعة ثم تحتل باقي أرضه بالقوة، ليأتي اليوم الذي سيعلن الغريب إنه يمتلك ثلث أو نصف العراق، لأن ثلث الشعب ترك وطنه وأرضه التي باعها سماسرة حرامية خونة، ناس تتعب وتتحرر وتخدم الوطن وصبرت وتحملت
وانقتل من عندهم من انقتل، واستشهد من عندهم من استشهد، وناس تخرب وتسرق وتقتل وتعتقل وتنتهك، لو الشعب من شمال الجنوب يخرج أكثرها مجتمعا ويهجم على الخضراء هجمة رجل واحد ويطالب الأمم المتحدة برميهم ونفيهم في قطبي الكرة الأرضية بعد سحلهم في الشوارع، ستجدون النصر لكل العراقيين. رسالة أخرى تقول: بدل ما نخرج من العراق وتخلي فرصة للصوص والمجرمين الأحزاب والميليشيات يسرقون وينهبون حقك وحق أخوك العراقي، قوم يا شعب العراق وحارب وقاتل المجرمين والإرهابيين اللصوص والأحزاب والميليشيات التي سرقتك أبو علي النجفي من لندن. أستاذ أفل، ما جرى بالعراق هو من أيدينا نحن، لأن إحنا رحبنا بهذا التغيير دون تفكير. هذه خطة دولية تهجيج العراقيين والسوريين واليمنيين وتخريب لبنان وقتل الرؤساء العرب، لأنهم الوحيدين سابقا الذين كانوا يسعون للحفاظ على سيادة الوطن العربي، ووقعوا حكام العرب على ذلك الأمر، لكن الأمريكان والصهاينة والإيرانيين وبحماية الكيان الصهيوني رفضوا ذلك الأمر. اليوم العراقي يعلن هزيمته للحكومة ولإيران وللأمريكي. تذكروا ماذا كان العراق سابقا، وهبوا ضد كل احتلال، ولا تخيبوا ظننا بكم يا عراقيين. هذه أحد الرسائل التي وصلتني من أحد المتابعين من الأشقاء العرب لبرنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم العراق بعمالة أطفال، بتسيب من المدارس، ببطالة بنسبة كبيرة جدا، بتضخم بنسبة كبيرة جدا، ب يعني عزوف عن الزواج بين الشباب بشكل كبير جدا، بمصانع متوقفة عن العمل، بمزارع مو تستصلح، هي أصلا مزارع كانت تزرع وتنتج، ومحاصيل عراقية تصدر وتذهب إلى يعني المشتري في الداخل أو المنتج المشتري المحلي. هذه كلها يقدرون هم يستصلحوها بعد ما صار بها خراب ودمار، بنهرين يقدرون العراق والحكومة العراقية يستغلوه، بمعادن، بهواية أمور يقدرون العراقيين يستغلوها لأجل أن يكون للعراق مصدر رزق، أن يعيش العراقي مرتاح وبكرامة بظل حكومة وطنية. لكن كل هذا يتحقق في ظل شعب يريد أن تكون إلى حكومة وطنية، فالأمر بإيديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله، باكر بنفس الموعد في مالله.